مساكم الله بالخير يا متابعينا الغالي. اليوم بتكلم لكم عن طريقة التركيب الدربير الجديد وتجليس الصليب الأفقي والرأسي. يعني كذا جلست الصليب الأفقي والرأسي ضبطته قبل الوزن ما عاد عندك مشكلة في المسافات. جبنا لكم أدوات سهلة متوفرة، كل اللي تحتاجه ميزان موية موجود عند محلات اللي هو أدوات السباكة، والميزان الصغير هذا موجود عند محل بيع أدوات البنادق الغازية اللي يبيعون الدرابير البنادق الغازية تكون عندهم الميزان هذا. كل اللي تحتاج اثنين ذولي، والطريقة هذه تجلس الصليب على الصفر. طبعا أيضا بنتكلم لكم عن طريقة تركيب الدربيل والقواعد. كثير يسألني يقول ايش الدربيل تستخدمه، راح ننزل لكم رقم المحل ونوع الدربيل. طبعا هذا الدربيل وهذا القواعد. القواعد لازم تاخذ نوعية جيدة لأنها تلعب دور كبير في ثبات الدربيل. لو كانت القواعد رديئة ما راح يثبت عندك الدربيل بين فترة وفترة بيتر. طبعا أول شيء تبدأ في القواعد، تفك الغطاء العلوي للقاعدة هذه. والحين نركب القواعد. طبعا تبدأ توزنهن، تبدأ توزن على عينك، تشده خفيف، تبدأ توزن على عينك تشوف هل هو قريب بعيد مضبوط. الآن بالنسبة لعيني تمام. الآن تمام. مش علينا الحين ركب الأغطية. الآن ركبنا المسامير. طبعا هذه حطينا الأربعة كلها. تبدأ تشكلها خفيف. تربط جهة وجهة. تربط هذا. وبعدين تربط المقابل. طبعا ما تكفر لاخر شيء لانه بقى الى حد الان ما وزننا الصليب افقي وراسي. الان بعد ما شكلنا المسامير بس ما شدينا، خلي في ريحية الدربيل. ليش؟ لانه بنجلس الصليب افقي وراسي. بشرح لكم طريقة استخدام الميزان الصغير، طريقة استخدام ميزان الموية. طبعا الميزان الصغير تحطه هنا، والميزان الثاني يكون هناك على الصحيفة، صحيفة ورق مربوط فيها سلك. طبعا نحط ميزان الموية، تصفر الميزان وتأكد. على فكرة لا تحط الخط على الصحيفة وهي على الأرض، لازم بعد ما تركبها أو تحط على جدار أبيض. شوف الآن صفرناه. مسك مسك. هذا هو الميزان، ما تحطه على الصحيفة وهي على الأرض، على الجدار أو على جدار أبيض. طبعا أنتم شايفين هذا مسمار مربوط فيه سلك، هذا يعطيك التقاطع الرأسي للصليب. هذا يكفي عن هذا، ولكن احنا احتياطا بنحط اثنين. طبعا هذا تحت سلك فيه ثقالة فيعطيك الرأسي صح، وهذا يعطيك الأفقي ميزان الموية. طبعا هذيك الصحيفة تشوفونها هناك، وهذه البندق، وهذا الميزان. الميزان الآن وين نحطه؟ هل نحطه فوق الدربيل؟ لا، غير صحيح، لأنك لو توقف الدربيل وتستح البندق بيعطيك صفر، لكن تحطه على نفس القاعدة اللي عليها الدربيل. شفت القاعدة هذه وتصفر، تبدأ تميل البندق لين يضبط في النص. إذا ضبط في النص خلاص. الآن هنا البكتين هذه القاعدة صفر، والميزان هناك قدامنا. نبدأ نفر في الدربيل
نسدحه يمين ويسار لين يضبط معنا. نشوف اللي هو الميزان اللي على البندق الآن صار على الصفر. خلاص نبدأ نفر الدربيل لين يركب على الصليب. يا سلام الآن صفرنا، تشوفون اللي هو التقاطع الرأسي على الخط الأحمر والأفقي على الخط الأحمر، والميزان اللي على البندق على الصفر. طبعا الآن هذا تجليس الصليب فقط، نرجع عاد في الوزن، بنتكلم الآن في الوزن. الآن فك الأقطيع عشان نازل الدربيل، هذا فوق وتحت وهذا يمين ويسار، هذا يولع إضاءة في الصليب، خلوه ما علينا منه، نتكلم على هذول. هذا إذا فريته مع اتجاه عقارب الساعة راح الصليب يمين، وهذا إذا فريته مع اتجاه عقارب الساعة طلع الصليب فوق. أبصور لكم واحفظوه عشان يسهل عليكم الوزن. الآن إيش بنسوي؟ بنازل الصليب على الصليب نرمي، طبعا معبي البندق ومجهزينها. المسافة كم؟ مسافة تقريبا 10 متر. شفتوا وين وقعت؟ خلاص الآن نحاول نثبت البندق، طبعا هي الآن على الطاولة، ونحرك. احنا وش قلنا؟ مع عقارب الساعة يطلع، احنا بنجي عكس عقارب الساعة. الآن تقريبا فوق وتحت صار مضبوط. نبي نفرها الآن يسار ويمين. مش قلنا إذا فرينا باتجاه عقارب الساعة وين يروح؟ اتجاه عقارب الساعة يروح يمين. احنا بنفر عكس اتجاه عقارب الساعة. الآن تقريبا صار على الصفر. نرجع نرمي مرة ثانية، نرمي نفس رميتنا هذه. يا سلام راحت عنها يمين شوي، يعني باقي لها طقتين شوي يسار عشان ودها عكس اتجاه عقارب الساعة. طبعا زي ما انتم شايفين قدرنا نجمع ونقربها بثلاث طلقات بس، ما نقول طلقتين، بثلاث طلقات قربناها، الفرق بسيط جدا. طبعا الوزن على 10 متر، الوزن الثاني بيكون على 50 متر، لكن خلينا نجرب هذه الآن. فيها يمنا شوي، نرجعها. كيف نرجعها؟ بنحط الصليب هنا، احنا بوديها يمين، لذلك فرها مع اتجاه عقارب الساعة. يا سلام تقريبا فرق مليات. الآن خلصنا من الوزن على 10 متر، بنازل على 50. بس قبل ما نازل على 50 بتكلم لكم عن مواصفات الدربيل. الدربيل هذا زوم 12، طبعا هذا الوزن يمين يسار، وهذا الإضاءة إذا شغلته يولع الصليب أخضر وأحمر، وهذه للتصفية. الآن كنا نرمي على 10 متر، حطينا على 10، وبنرمي على 50 نحطه على 50 أساس يصفي الدربيل. وأيضا هذه للتصفية على النظر، تعرفون النظر يختلف من شخص لشخص، اللي عنده قرب نظر أو بعد نظر أو عنده انحراف يازم بالعدسة هذه الأخيرة. الرماية الآن على 50 متر، لكن الميزة اللي تكلمت لكم عنها أن التقاطع يولع لونه أخضر ويولع أحمر. هذا وشوفوا
طبعا تو كنا وازنين البندق على 10 متر وكان توقع على الصدر، لما رمينا على 50 طلع فيها زم، وهذا شيء طبيعي طبعا، يمين يسار ما فيها. وسوينا حركنا الصليب على فوق باتجاه عقارب الساعة لين وصل عند محل الطلقة، رمينا الثانية شوفوا وين جت، ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه المسافة 50 متر. الطريقة هذه إذا عرفتها تسهل عليك الوزن ولا تضيع وقتك، بسرعة تازن البندق. وانتهينا من الموضوع، إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وأتمنى أن ينال إعجاب الجميع واستفيدوا منه. طبعا راح أنزله في اليوتيوب بإذن الله. بالنسبة لسؤال عن الدربير والقواعد، هذه والميزان الصغير موجودة عند محل رجال البرية، وأيضا الوزن إذا أنت تقول ماني بعارف الطريقة أو الطريقة ممكن ما أجيدها، نزل عندهم البندق وهم يزنونها لك ويضمنونها ويقسون الهواء ويرتبونها لك ويعطونك إياها إصابتها دقيقة. وبالتوفيق الجميع.